يعني حضرتك فعلا يعني بتقودنا برضو لهذه المنطقة التي نعيش فيها والإمكانيات اللي موجودة عربيا، نعم. لكنها زي ما حضرتك كاتب في الكتاب ده أنها فعلا غير مستغلة، يعني بتغلب الخلافات عن التعاون. على مستوى الدولة في مشاكل، على مستوى يعني دولة معنية مثلا، في عدد من الدول في عندها انطلاقة جيدة والفترة طويلة وفي قدر من التراكم، وأنا ركزت كتير على موضوع التراكم ده، وهرجع لسؤال حضرتك حالا، لأنه الفكرة إن ما عندناش حاجة بتكمل. يعني مشكلتنا في منطقتنا وعدد كبير من الدول الأفريقية إنه المدارس الاقتصادية المختلفة لو هاخد أكثرها يعني نزاعا مع بعضها واختلافا مع بعضها، الأفكار المنتمية مثلا للمدارس الرأسمالية وحرية السوق ترجع لأفكار آدم سميث وريكاردو وغيرهم، وعندك الأفكار الماركسية، هتجد إنه الاتنين اتفقوا على حاجة، التراكم عبر الزمن. شكل التراكم ومين اللي بيعمله دي حاجة تانية. يعني في حد قال التراكم بيتم من خلال الدولة والاستثمارات العامة، والتاني قال لا بيتم من خلال استثمارات خاصة واقتصاد سوق. ولكن فكرة التراكم ان انا ببني النهاردة على شيء تم على شيء تم الى ان يحدث هذا الانطلاق ما بعد ذلك. المنطقة في دول كثير من عندنا في المنطقة العربية تعاني من عدم التواصل والانقطاع والارتداد عن المسار الاقتصادي. ما فيش ما يمنع من، على فكرة فترة من الفترات كنت متبنية مذهب اشتراكي أو حاولتي عربيا، مرة قلت لا هنتكلم عن الانفتاح ويبقى أفكارنا أكثر ليبرالية، ما فيش ما يمنع، ناس عملت كده. ولكن هو الموضوع مش الشكل ولا الطريقة قد ما هو إيه الهدف، وده دائما ده اللي لازم نحطه في الاعتبار، هو تقدم ونمو وتنمية، لأن البديل عن ده تراجع وتخلف وكساد. يعني البديل مش حاجة محايدة. المنطقة العربية مثلا عندنا هنا على حضرتك قلت مثلا في الكتاب ان المنطقة العربية أيوة بتتميز مثلا بوحدة الجغرافيا صحيح وتلك ميزة، صحيح. لكن ما فيش تعاون بالمعنى. المشكلة مثلا في مسألة الجغرافيا دي، احنا نقل حاوية كونتينر من ميناء عربي لميناء عربي يكلف عدة أمثال لنقل نفس الحاوية إلى مسافة أبعد، لأنه ما فيش نقل جيد لها، ما فيش شركة ناقلة اعتادت على أنها تتحرك من هذه الميناء لتلك، في تكلفة وفي أعباء وفي معوقات إدارية وفي أرضيات بتدفع لفترة أطول، وبالتالي هتجد أن المسافة قد تكون مثلا 1000 كيلو، هتجد أن تكلفتها هتبقى اكبر بكتير جدا. فانت هنا اهدرتي الميزه الجغرافيه، ميزه الجغرافيا ان هي بتقرب المسافات المسافات وبتقلل التكلفه، فلو ضيعتيها يبقى خلاص يبقى الميزه ديت راحت منك. الموضوع الاخر انه فكره الثقافه والحضاره والتاريخ اللي المفروض بيؤثر على الناس، التعاون والتفاهم. دول الاتحاد الاوروبي بتتكلم عده لغات، ايوه يعني اغلبهم بيعرفوا يتكلموا انجليزي وفرنسي، ولكن هناك لغات اخرى. فدلوقتي عندها مشكله كانت في التفاهم، لكن ابتدوا يدمجوا هذا الامر، ثقافتهم كانت مختلفه وكان بينهم حروب شديده، لكن ما بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد معاهده روما وما تم فيها في سنه 57 هم بدوا وبعد تكوين الاتحاد الاوروبي. تمام، يعني هم بدوا بعدين، احنا كان عندنا جامعه الدول العربيه وهم كانوا في اوج الحرب. احنا عندنا جامعه الدول العربيه عندها مواثيق طيبه، ولكن لا، هنا بقى التعاون بيجي ايه؟ التعاون مش بالكلام ولا بالورق. التعاون الاقتصادي 3 حاجات: عمل، حريه انتقال العمل والناس بين مكان لمكان، حريه انتقال راس المال، الاستثمارات تتحرك بيسر، والتجاره البينيه. دول ال3 مجالات. اما بشوف على مستوى الثلاثه دول، هتجد ان دول الاتحاد الاوروبي ودول الاسيان اللي هم دول تجمع الاسيان اللي نشا بعدين في الستينيات، هتجد ان عندهم قدر اعلى جدا، التجاره البينيه بينهم اكبر بكتير جدا من تجارتهم الخارجيه. الاستثمارات لديهم هتجديها متفوقه، والاستثمارات بالذات الاستثمارات المباشره لانها بتاتي محمله بمعارف ومفاهيم. زائد طبعا موضوع انتقال العماله، يعني هتجدي في مشاكل وعنت شديد ما يلاقيه الناس عربيا في الانتقال من منطقه الى اخرى. وبالتالي دي مساله بقى الاراده السياسيه والمجال لتنفيذ
التعهدات، وان الناس تدرك ان عندها مصلحه في هذا التجمع. يعني هناك كانت دوافع سياسيه في فتره ما بعد الاستقلال للدول العربيه ان يكون تجمعها بناء على وحده المصير وما بعد الاستعمار الى غير ذلك، ده شيء طيب، ولكن لم يستكمل هذا بالشكل الجيد في النواحي العمليه لان يكون ان تكون هناك مجالات للتعاون في التجاره وفي الاستثمار. يعني هي كلمات يعني وجدت فقط على سبيل يعني التباهي بان هناك اشياء تجمع بيننا، هناك مصير مشترك، هناك تاريخ مشترك، يعني الثقافة، وهذا تاريخ حقيقي. لكن عمليا واقتصاديا لا، ما شفناش. يعني ما زال التجاره البينيه العربيه بتحوم على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا ما بين 8 ل 15% من التجارة البينية. ما بروح بقى أوروبا أشوف الأسياء بقى أشوف الأرقام تجاوزت 50 و60%. الفكرة هنا مسألة التكتل الاقتصادي مع هذه الأنواء الشديدة اللي بنراها في النظام الاقتصادي العالمي، وأنا كتبت عليه فصل كامل أنه هذا النظام الاقتصادي العالمي الآن هو محل مراجعة، وأن الترتيبات التي تلت الحرب العالمية الثانية لتنظيم قواعد اللعبة من الممكن انها كانت يعني جيده وصمدت لفتره ونفعت اطرافها المختلفه بدرجات متفاوته، وصمدت حتى في وقت الحرب البارده، ولكن دلوقتي في لاعبين جدد. الدول الناميه بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه نصيبها من الاقتصاد العالمي كان محدودا. الآن هي نصيبها متزايد ومتنامي ومتسارع. الكيانات الاقتصادية الكبرى بنتكلم عن الصين، بنتكلم عن فيتنام، عن سنغافورة، دي ما كانش لها نصيب يذكر من وضع قواعد الحوكمة. الآن يجب أن يسمح لهذه الدول، بما في ذلك الدول العربية والإفريقية، بما في ذلك الدول أمريكا اللاتينية، هذه الدول التي أجادت فهم قواعد اللعبة الاقتصادية أصبحت متاجرة بشكل أفضل. الصين هي المتاجر الأول على مستوى العالم والاقتصاد الثاني على مستوى العالم، ما كانتش كده من 30 سنة، كانت تسبقها أمريكا واليابان وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر اختلف. طب دلوقتي اقتصاديا لو لم يترجم هذا الوزن الاقتصادي إلى ترتيبات تسمح لهذا العملاق الاقتصادي و الصاعدين الجدد للحلبة السياسية العالمية ووضع الملعب الدولي الجديد، هيبقى عندنا مشكلة، وهيبقى فيه تنافر، وهيبقى فيه صراعات، وهيبقى فيه نزاعات.